خلال سنوات الحرب تجارب مؤلمة علمتنا وعلمت كثير من الناس، حاولت يمكن هي التجارب تخلينا أقوى أكثر صلابة، خصوصا الأمهات يمكن اللي كانوا عم يزفوا أولادهم شهداء. أم الشهيد كانت تزف ابنها شهيد وتظلغت، كانت تقول له أنت فدا الوطن، أنا وكل أولادي فدا الوطن. هي الجملة سمعناها كثير، ويمكن قد ما حاولنا نترجم هي المعاني صعبة أمام يمكن صلابة وقوة الأم السورية. اليوم بدنا نعايد جميع أمهات الشهداء، في كثير أمهات شهداء عم يتابعونا. أنت أمي، بدي أقول لك كل عام وأنت بألف خير. معنا اليوم أم الشهيد السيدة باسمة محفوظ، بدي أقول لك كل عام وأنت بألف خير، وأم الشهيد شادية ميهوب، بدي أقول لكم كل عام وأنتم فخرنا، كثير سعيدين بوجودكم معنا، والرحمة لأرواح شهدائنا وأولادكم. الرحمة لأرواح شهدائنا أجمعين. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله كل عام وسوريا وهي بألف خير. إن شاء الله الله يكون إن شاء الله معنا لحتى نقدر نعطي أكثر ما عم نعطي حاليا لسوريا، لأنه هي أمنا الكبيرة يلي ضمتنا يلي ربتنا، ويلي طبعا نحن اكيد اهالينا اللي علمونا على حب الوطن وتراب الوطن وغلاة الوطن. نحن قدمنا اولادنا الله يرحم ارواحهم، هن اللي ضحوا، الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارهم. اكيد الله يرحم روحهم، الله يرحم ارواحهم، الله يرحم روح كل ابطالنا الشهداء. وكل عام وحضرتك بخير، كل عام وحضرتك بخير ست شادية. يعني ست باسمة، هي القوة اللي موجودة عند حضرتك اليوم، لما شخص بيفقد ضنا أو بيفقد أعز الناس على قلبه، الفقدان كتير صعب، بس بنفس الوقت الاستمرار بالحياة، هي رسالة أم الشهيد اليوم. قد ايه كان في عندك هذا الشعور؟ قد ايه قويتي حالك، قويتي حتى المحيطين، الأولاد بالبيت الأهل؟ فقدان الضنا غالي، صعب كتير كتير، يعني الله يرحم الشهداء ويصبر الأمهات كلياتهم. احنا اليوم ما بدنا اياكي تبكي ابدا، لأنه ولا بدنا نتذكر اي شيء بيوجعك، بالعكس نحن اليوم عم ناخذ من قوتك. خليكي ترتاحي شوي، وانتقل لك ست شادية. اول شيء الرحمه لروح ابن حضرتك، بطل من ابطالنا اكيد، بنفتخر فيه. اليوم حضرتك ام، وما زلتي اليوم عم تعطي هي الرساله للي تبقى من العيله، هي الرساله اليوم رساله ام الشهيد. أنا بفتخر إنه ابني شهيد، أنا وعندي ثلاث أولاد كمان عم يخدموا الوطن، والله يرحمه ويصبر كل أم. أكيد، والله يرد لك إياهم بالسلامة. آمين يا رب، وإن شاء الله هيك بيكون مثواه الجنة بإذن رب العالمين. وأنا بفتخر إنه ابني شهيد، لأنه الوطن أغلى من الولد. الوطن أغلى من الولد. صحيح أنا فقدت ابني، لكن سوريا أغلى من الولد، وعندي ثلاث أولاد وبفديهم أنا فداء للوطن كله، والحمد لله، واللي بيصبر رب العالمين، والله مصبرنا الحمد لله. الله يصبر كل أم، الله يصبر كل قلوب الأمهات. آمين يا رب. ما بدنا إياكم تبكوا، لأنه دموعكم غالية علينا كثير. ولما عم تقولي ست شادية إنه عندي ثلاث أولاد والوطن أغلى من الولد، كلهم فداء يمكن هالأرض، ما هلا يمكن العالم تستغرب هي القوه والصلابه. كثير من الناس بتتفرج على سوريا بتقول هي قصص مسموعه ما عم نقدر نشوفها، لكن انتم يمكن اكبر مثال على ذلك، قديش فعلا فينا نترجم هيدا العنفوان. يعني ست باسمه، لما نقول الام بتزف ابنها شهيد اليوم، بتقول عندي غير وهو فدا الوطن. يمكن هي عقيده كلياتنا ربينا عليها من نحن وصغار، انتوا اللي ربيتونا عليها، انتوا الامهات. يمكن من نحن يعني الولد وهو صغير بيرضع من حليب امه حب الوطن. هيدا العنفوان والفخر اليوم قديش فيني ترجمه اليوم بالانتصار اللي حققته سوريا على ارض الواقع مع رجال الجيش العربي السوري. شوفي هلا نحن فقدنا ضنا الله يرحمهم، بس بيكفينا فخر انه سوريا ان شاء الله انتصرت ورح تنتصر للاخير باذن الله. اكيد نحن هاي القوه ونحن هاي الاراده كلياتها معنا من الطفوله، نحن ربينا عليها، اهالينا ربونا انه نحن نكون اقوياء وصلبين، وانه نحن نعطي
فدى الارض، فدى الوطن. نحن انه اكيد الولد غالي كثير، ايه، بس الوطن اغلى بكثير. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يا رب النصر القريب باذن الله لرجال جيشنا العربي السوري. واكيد نحن اكيد هي القوه اللي نحن عم نستمدها، اكيد نحن عم نستمدها من اولادنا. اذا اولادنا اللي نحن ربيناهم ضحوا بانفسهم يعني من شان نحن نعيش وغيرنا يعيش، من شان ما ننزل لحدا، وان شاء الله باذن واحد احد ما حننزل. سوريا اكيد رح تتم قويه باولادها بشعبها بقائدها الله يحملنا اياه. اكيد نحن رح نتم متابعين على مسيره انه نحن عم نعطي فداء الوطن، اكيد عم نعطي فداء، عم نعطي فداء الوطن ان شاء الله. اكيد اكيد كلنا فداء الوطن. انا بصفتي انه انا حدا عم بشتغل، انا زادني قوه للامانه انه بعد استشهاد حسين الله يرحم روحه انا صرت اقوى من قبل باني اعطي. الله يرحمه. كونه انا كمان مهنتي انسانيه مثل ما الجيش بالخط الاول، انا بالتمريض بالخط الاول، بجوز بالخط الثاني بعد الجيش العربي السوري الله يحميهم يا رب. وان شاء الله رح تم اعطي طول ما انا فيني نفس عم يتنفس، بدي تمني عم بخدم انه وطني واعطي اقوى ما عندي يكون يعني. اكيد الله يطول بعمرك، يعطيك الصحه والعافيه. يا رب يعني مو بس اعطيتي سوريا شهيد، عطيتيها كثير. يمكن اليوم وانت عم تحكي عم بتشاركينا هالتجربه انت والست شادية، اليوم لما عم نشارك تجربتكم سوا ست باسمه وست شادية بعد استشهاد اولادكم، مفهوم التربيه اليوم قديش يمكن عم يختلف، كيف عم نقدر من جديد نزرع هي المفاهيم التربويه اليوم في ظروف كثير صعبه عم تمر وقاسيه وضغوطات ماديه واقتصاديه، وعم نشوف تجييش وتحريض اعلامي، ومع ذلك بتلاقي هي المبادئ والاخلاق والمفاهيم التربويه موجوده والام مصره تزرعها بنفوس اولادها. اكيد نحن انه مثل ما ربينا بدنا نربي اولادنا على انه نحن ان شاء الله نحن هذا الصبر اللي الله عطانا اياه، ميزنا، ميز المراه السوريه بالقوه والصبر والاراده، وان شاء الله نحن عم نزرعها بانفس اولادنا باذن الله. بالرغم من انه الضيق المادي يعني، بس ان شاء الله باذن الله انه الفرج قريب باذن الله تعالى يعني. نحن مثل ما عم نزرع منلاقي أكيد يعني. حربنا اللي على الميدان ما وقفت، وحربنا اللي عم نعيشها هلا الحرب الاقتصادية، الضغوطات والحصار اللي عم تمارس على الشعب السوري حاليا هي حرب وإرهاب من نوع آخر. وحضرتك يعني كمان ست شادية أم، مثل ما قلتي أولادك لساتهم بالجيش العربي السوري، اليوم قديه يمكن لسه في عندك عزيمة أقوى، يمكن تحول الفقدان لثقة أكبر، تحول الفقدان بمطارح معينة لقوة بدك تبثيها بروح أولادك اللي بعدهم على الجبهة. الحمد لله أنا بفتخر إنه راح لي شهيد وعندي أولاد لسه عم يخدموا الوطن، أنا هذا بفتخر فيه، وأنا بقويهم على طول بقول لهم يا ماما الوطن غالي، صحيح فقدتوا أخوكم بس الوطن أغلى وسوريا غالية، ما لازم أبدا تخذلوا وطنكم، لازم تكونوا على خط النار ولازم تكونوا انتوا اوفياء لوطنكم. على طول بقول لهم يا ماما صح ام والام بس تفقد صعب عليها، بس انتوا كمان رجال والرجال لازم يخدموا وطنهم. الله يحمي لك ياهم ويخلي لك ياهم. ست باسمه حضرتك ممرضه وقلتي يمكن بعد استشهاد ابنك البطل الله يرحمه العطاء عندك اختلف، صرتي بدك تعطي من قلبك اكثر، بدك تعطي بقدره اكبر، يمكن كونك ممرضه كمان على تماس مباشر في كثير من الحالات خلال الحرب كمان تعاملتي معها، هون العمل الانساني كيف اختلف بالنسبه لك؟ زادني قوه للامانه بعد ما استشهد حسين الله يرحم روحه، انا زدت قوه ونشاط اكثر من قبل. كان حسين الله يرحم روحه يقول لي ماما أنا بدي روح فدى الوطن. إذا ابني اللي أنا ربيته على هذا الشيء هو عم يعطي هالشيء، فأنا أكيد رح أقوى قويت واستمديت القوة والصلابة منه. لأن حسين الله يرحم روحه إيه كان يتم يقول لي ماما بدي روح أنا لأنه من شان أنت تعيشي بخير
واخي يعيش بخير وابي يعيش بخير ورايبينا والكل والوطن كله يعيشوا بخير. اكيد وهو راح فعلا لنعيش بخير، ونحن كل يوم بنقول نحن لولاهم ما كنا موجودين هون. صحيح. يعني من صلنا 10 سنين بالحرب على بلدنا. نعم. ويمكن ايام صعبه مرت كثير، حتى المكان اللي نحن موجودين فيه هلا مكتب عنبر بالشام القديمه. نعم. يمكن هي الحارات بتحكي. نعم. قد ايه تم استهدافها بالقذائف، قد ايه كل منطقه يمكن بدمشق بكل محافظه راح فيها شهداء، صاوا فيها ناس، عنا جرحى كمان. للجرحى بنقول لهم الله يشفيكم، الله اللي قدم قطعه من جسده وما زال عايش وعم بيعاصر بهالحياه الصعبه لحتى يستمر. فهي الرساله اكيد ما كانت موجوده ولا انتصرنا لولا انه عندنا ثبات وعقيده وعندنا امهات مثلكم، يعني مثل حضرتك، مثل ست شادية. يعني اليوم وانت عم تحكي وعم تقولي لاولادك انه ما بدي تخذلوا الوطن، ما تخذلونا، بنحس حالنا كثير صغار قدامكم، شو ما حكينا وقد ما حاولنا نسترجع معكم قصص او ناخذ منكم شيء، نحن كثير صغار قدام التضحيه اللي قدمتوها. الحمد لله. اكيد بيكون في هيك ذكريات كمان حلوه، خلينا اليوم نقول قد ايه كمان في ذكريات حلوه حتى بهي الايام الصعبه بتعيشيها مع اولادك. اكيد في ذكريات حلوه كثير، بس حياة بدها تستمر. الحياة بدها تستمر. إذا نحن أنا وغيري ما قدم ابنه فدى الوطن، مين بده يقدم؟ نحن مستعدين على طول نقدم أولادنا. أنا عندي 3، قلت لك أنا كمان مستعدة أقدمهم فدى الوطن. وصحيح ذكريات أليمة، بس الحمد لله اللي مصبرنا إنه سوريا بخير إن شاء الله. سوريا بخير بوجودكم، بوجود رجال الجيش العربي السوري، بوجود بدنا نقول الرحمة لجميع شهداء سوريا. بالختام ست باسمة وست شادية، لكل الأمهات اللي عم يتابعونا بمناسبة عيد الأم، شو بتحبوا توجهوا كلمة للمشاهدين اللي عم تتابعكم وفخورة فيكم مثل ما نحن فخورين بهذا القدرة والعطاء والصلابة والقوة اللي عندكم إياها اليوم؟ أنا بقول لك كل عام وأنت بخير، والله يصبر قلب كل أم شهيد يا رب، ويصبرنا يا رب، والله يحمي الجيش العربي السوري ويحمي قائدنا وسوريا، وإن شاء الله سوريا بألف خير بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وسوريا بألف خير وأمهاتنا بألف خير. إن شاء الله يا رب هيك إنه النصر بإذن الله قريب كتير، والله يحمي جيشنا البطل ويمده بالقوة، والله يرحم الشهداء ويرجع كل مفقود لأمه. آمين يا رب العالمين. بدنا نتشكركم، شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا اليوم، زدتونا هيك اعطيتونا شوية عطاء من هالحنية اللي موجودة بقلوبكم. نحن فخورين كثير فعلا انه تشرفنا بوجودكم. شكرا، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير وقائدنا بخير. الله يحمي لنا سيادة الرئيس يا رب وديمه بالعز، ان شاء الله هيك الله يشفيه ويعافيه هو والسيد الياسمين، وان شاء الله يا رب ما عاد نشوف شر باذن الله. النصر ان شاء الله هو قاتل لا محال، بس ان شاء الله باسرع وقت باذن الله رح ننتصر. شكرا كثير لكم، ينعاد عليكم مره ثانيه كل عام وانتم بالف خير، الله يطول بعمركم ويديم الصحه عليكم. شكرا لكم. شكرا لكم.